كابتن احمد فتحي طبعا. كابتن احمد يسالني في اسئله ممكن ما اردش عليها. كابتن يعني اسلام تقدر ما تردش؟ معكر بس قول له تقدر ما تردش. قول له تقدر ما تردش. لا بيقول لك تقدر ما تردش. لا ما مش لو سالني في اسئله ممكن ما اعرفش ارد عليه. مش هعرف ارد عليه. معاك يا كابتن اسلام. معاك يا كابتن اسلام. ايه رايك في تاهل الجزائر النهارده؟ بيقول لك ايه رايك في تاهل الجزائر النهارده يا كابتن احمد؟ انا من اول ماتش لعبوا الجزائر قلت يلعبوا النهائي. اول ماتش عين برضو عين الصقر برضو. لا باينين يعني فرقه عندهم روح جامده جدا يا كابتن احمد. حاجه صحيح حاجه جميله. بص انا يعني دايما مش اقول لك هو روح فريق. لا اوكي انا ممكن يكون عندي روح فريق وفريق بتلعب، لكن في الاخر هو مدرب ولعيبه ولعيبه عايز تعمل حاجه. من اول ماتش كان مراتي كانت قاعده جنبي ساعتها قلت لها الجزائر دي تلعب النهائي اول ماتش لعبوه. فهم فرقه بصراحه يعني وميزتهم اللي هم عندهم لعيبه كبيره اسماء كبيره بالزبط. لكن كلهم بيحترموا مدرب واحد. دي الميزه يعني. انا عندي مدرب لعبت ضد جمال الماضي كتير. فلعبت في قطر فلعبت ضده عارف شخصيته. كان ليا واحد صاحبي احمد معايا اتمرن معايا فكان بيكلمني عليه. بس هو انا الراجل كان اصلا كابتن جمال الماضي كان قاعد معايا في نفس الكومباوند اللي انا قاعد فيه هناك في قطر. راجل محترم عارف شغله بيحب شغله يعرف يقرب اللعيبه كده. كابتن احمد كل اللعيبه بتحبه يعني. انا صاحب احمد دوت راح اقعد معاه بيقول لك كل اللعيبه بتحبه. هو بيقول لي احمد بيقول لي كل اللعيبه بتحبه اللعيبه عايزه تعمل حاجه. قلت له احمد هم من اول ماتش باينين ان هم هتحس ان هم مختلفين. وتلاقي الدكه بره جامدين جدا قاعدين بره ما فيش مشاكل ما كلهم تحسهم روح واحده. دي في الاخر يعني انا دايما عندي مدرب فرقه 30 لعيب 40 لعيب 50 لعيب 60 لعيب. الفرقه بتحب مدرب هتعمل ايه يعني تعمل كل حاجه عشان مدرب. بالعكس يعني او العكس فرقه ما بتحبش مدرب ما بتحترمش المدرب ده هتلاقي الموضوع صعب شويه. لكن هم فرقه منظمه فرقه كويسه عندهم لعيبه جامده فرقه يعني محترمه الصراحه يعني من احسن فرقه اتفرجت عليها السنه دي يعني. على ذكر المنتخبات ومنتخب